وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان المحلل السياسي حسين العليان. أهلا ومرحبا بك سيد حسين. بداية أبو مهدي المهندس قال إن 20,000 مسلح من تنظيم الدولة ما زالوا يمارسون أنشطتهم في العراق، كيف يمكن فهم هذا التصريح مع إعلان العبادي الانتصار على التنظيم؟ بداية سعد مساكم ومساء مشاهديك الكرام، حياك الله. الحقيقة توظيف مسألة الإرهاب وداعش باتت شماعة يعلق عليها كل الصراعات والخصومات السياسية في هذا البلد المستباح لكل القوى الإقليمية والدولية. نعم. في الأصل كلنا متفق أن داعش ظاهرة منتج إنتاج استخباري بسبب مشكلات معقدة في البلد وفي المنطقة. نعم. الأصل في الموضوع كنا دوما نعلق ونقول أن المشكلة في العراق هي في النظام السياسي الذي يعتمد الإزاحة والاجتثاث للخصوم. اليوم أنا بشتفك، بكرة أنت بتشتفني، حتى في داخل النظام السياسي وقوى الموجود اليوم المتحالف. نعم. هذا الوضع لا يمكن أن يستقر البلد، ولا يمكن أن تذهب الأمور باتجاه صحيح لو أجرينا كل يوم انتخابات. يعني هل يعقل أنه بعد كل هذه المعارك هناك 20,000 داعشي يتحدث عنهم المهندس، مطلوب اعتقالهم، وتقريركم يتحدث عن 13,000 أو 19,000 معتقل متهمين بداعش؟ يعني سياسات الحكومة هي الدعوشة بعينها. طيب، يعني إذن أنت تتفق أن لأبو مهدي المهندس هدف من وراء هذا التصريح، ما هو برأيكم؟ وأيضا يعني ما دلالات التوقيت أيضا في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات؟ يعني هي أكثر من دلالة الحقيقة. يعني اليوم نمت بالبلد قوة مسلحة وتنظيمات وميليشيات لا يمكن لها أن تتنازل عن مكاسبها ومصالحها، ومصالحها تكمن باستمرار في خلق عدو، وخلق العدو هذا يحافظ على وجودها واستمرار وجودها كميليشيات مسلحة، وهي اليوم تدافع عن مكاسب ومصالح أباطرة ومتنفذين كبار. يعني المسألة ابحث عن المصلحة في هذا الموضوع. نعم. قبل البحث عن مصلحة الوطن والعراق واستقرار البلد. يعني دعوة أبو مهدي المهندس ملاحقة آلاف العراقيين بتهمة الصلة بتنظيم الدولة، يعني كنا نتحدث في الموصل عن 3,000 شخص، قتل 40,000 الآن في عموم العراق، وفي عفوا في حزام بغداد 20,000 لهم صلة بتنظيم الدولة. يعني هل نحن أمام تأصيل منهجية التغيير الديمغرافي التي تسعى إليها ميليشيا الحشد؟ التغيير الديموغرافي في العراق غير ممكن، لأن العراق هذا تكوينه منذ الخليقة، تعاقبت عليه أمم وتعاقب عليه انهيارات واحتلالات أشد قسوة من الاحتلالات الراهنة، وبقي العراق عراق، وطبيعته العربية وعشائره وانتماءاته ونسيجه الاجتماعي قائم. هذا الموضوع أنا أعتقد أنه يعني الإعلام يبالغ فيه. إذا تم إحداث تغيير ديموغرافي هناك لا يلبث أن ينهار. هذه التغييرات هي تحصيل حاصل لميزان ونتائج قوة على الأرض، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في يعني إحداث تغيير حقيقي في البلد. طيب، بما تفسر الزياد حملات الاعتقال ضد العراقيين مع قرب الانتخابات البرلمانية؟ لم يتبقى إلا أسبوع على هذه الانتخابات. مثل ما ذكرت لك قبل قليل، هو محاولة إثبات لهذه الميليشيات لنفسها يجب أن تختلق عدو بشكل مستمر حتى تبقى حافظة على سلاحها وتبقى محافظة على نفوذها ونفوذ قياداتها التي أثرت باسم الجهاد الكفائي وأثرت باسم الميليشيات، ولا أصبح لها أجندات عابرة حتى للبلد ولها مصالح كبرى، يعني لن تتنازل عنها بسهولة. اليوم أنت أمام بناء الدولة، هل سيستطيع العراق ومعه حلفائه الكذابين من في الولايات المتحدة والغرب من أن يعاود وضع العراق على خارطة بناء دولة؟ أنا أعتقد الكل له مصلحة في استباحة العراق واستمرار الفوضى وعدم قيام دولة مدنية حديثة في العراق. كل دول الإقليم ضد هذا المنهج، والولايات المتحدة هي صاحبة مشروع تفكيك البلد واستباحته.
نعم، كان معنا المحلل السياسي حسين العليامي عمان، شكرا جزيلا لك.